اللي يستعمل لافتر شوكس، ولكن شنايدر الاول يسقط على يد يافي. ستريت من جانب فيزي لحد الان اوبن كومبات. فروست يجد نفسه، فيزي ياخذ كل ثاني لحد الان 2 فور 1. صراحة فريق رعد الدخول على السايت اي، على ما يبدو موجود اللاعب زيزوكس وحده يحاول انه ممكن يمنع السبايك، ولكن دي بايروت سلل الى الجارج منذ دقائق قليله. وفور في 2 لعب اوه فور في 2، ولكن خليها تكون في 3 في 2 لحد الان. جوج فيري لو من طرف فريق رعد، ولكن من الجهه الاخرى ما زال الشلبي موجود، ما زال هذا السايفر موجود. شفنا يستاند عليه البلايند، شلبي يعرف انه هناك شيء ما. او زيزوكس ياخذ الكيل على الاستاذ فايز بقوه 2 في 2، الشلبي موجود. او شوف زيزوكس يا يستاند ما يرحمش الهيد شوت على وجه الشلبي والروكيت بيد الرين، استعمل يد الاسترا سموكس والبريش، ولكن حذر شلبي على شمالك موجود يد فايرو يموت. هل في شلبي بالثاني لحد الان ويبقى على قيد الحياه من دون ما يموت. افيس يتخلص من ساند، وهذا شنايدر بتريد صغير على اللاعب كرولو. روكيت من الجهه الاخرى يتخلص من افيس ويخليها في 2 في 3. كان 2 في 4 الان 2 في 3، وهنا شنايدر هو وروكيت لازم يكونوا مع فريقهم كلتش. هنا كان درون موجود من طرف الاستاذ فروست المثلج، من الجهه الاخرى شلبي يبحث عليها. نعم زيزوكس ياخذ الكيل شنايدر، التفكير من طرف روكيت في هذه باور. والكاميرا على اللعيبه، ما زال عندنا روكيت في الكلتش بوزيشن 1 في 2. يحاول بدير رينا احسن ايجنت ممكن تقوم به بالكلتش. عنده مازال زي سميث واحد، عنده مازال ديفار واحد، دبل بيك يكون موجود رغم طرف روكيت. لا زي داخل الى السايد سي، هذه الجرافيتي والموجوده، ولكن مش كافي لمنع فريق رعد من الدخول. هذا ممكن يموت شلبي، ولكن شلبي سوينج جميل يتخلص من فيز لير. محاوله منع زرع سبايك، الول بانك موجود، ولكن ساند في الاخير يقتل هذا الثريت. ولكن زيزوكس بدبل سوينج والروكيت ودي بايرو، هل قادرين يزرعوا سبايك؟ الوقت مش كافي، الفيك بلات موجود، ولكن مش قادرين يفوزوا فريق رعد بهذه الجوله. وانوبس في الاخير بفضل شلبي بفضل هذه داش من جيت على السايد سي. فريق انوبس ما زال متمركز من ناحيه البي لينك للسي. كرولو يتمكن من اخذ الكل الاول على روكيت، يتم زرع سبايك من فريق رعد الى حد الان. ريتيك سيبدا فريق انوبس على مقربه من هذا المكان. سموكس من الجيت الى حد الان كوفرينج محاوله الدخول، او سموك من الاسرى بطبيعه الحال، ولكن نورال سيفت من زيزوكس جميله جدا تعرف على اماكن فريق رعد الموجودين الان في وسط هذا السايت. افيس مره اخرى يتفوق بهذا الاوبريتر، ياخذ الكل على شنايدر 2 4 0 لحد الان، ولكن افيس يحلق هذا شورت. يا من جايب الاي شوت فريق رعد يتقدم بزعم الدي باير، ومازال عنده شويه يوتيليتيز، وكيف اوبريتر من طرف افيز. الثيرد شوت ميست من طرف افيز، فيها زلزال موجود، الكونكس موجود، ويتقدم دي باير ومع فريقه. وشنايدر موجود هنا بهذه الحمام، يحاول ياخذ فيها كل شنايدر. الكل الاول موجود من طرف رعد، يجي من طرف رعد تربل كيل ساند يحبسه. والان 2 في 3 موجود، رعد في ديزافنتج عددي. هو فروست يشوف كاينين على 1 في 2. اي 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 شلبي 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 شلبي، اثنين راوندز بهذه الطريقه اللي نوت ايفن كلوز يعني. ولكن افيس سريع جدا من طرف الفراعنه، السيكرز وصلت الى البي. من جهه اخرى الروكت موجود، يعطي فرصه لفريق وانويس من فيها بلانت. شوف السموكس موجوده في سيتي وفي الهيفن، الاسهم السائقه موجوده. شلبي اوكي شلبي يتخلص من ساند، كان في وضعيه فلانك جميله جدا، ولكن ساند يموت في الاخير. ستبدا المطارده للبريس مستعمله من الروكت، ولكن فيز يتخلص من شلبي. كويك سكوب من افيس يتخلص من روكت، لو قتله في السماء كانت تكون رائعه. ولكن لان كوسميك ديفايد يتم استعماله من اللاعب كرولو الى حد 2 في 4. هل قادرين لاعبي رعد انهم يضيعوا شويه وقت؟ يانوبس شنايدر 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 رائع، شنايدر وفيز يخلصها بالكلاس. الدفاع على البوم سايد سي، روكيت كونكس على افيس، زي ما فيهاش كيز. اوي 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 يا افيس يبحث عن الرؤوس، يجد الرؤوس. الاخير دخول من فريق انوبس على هذا السايد سي، والمتواجد اللاعب كرولو يحاول يدافع، او عفوا لاعب ساند يحاول يدافع، ولكن في الاخير يموت. شنايدر كما كنا نحكي ب 17 هيلث بوينتس. افيس او افيس يسمع في ستيبس، افيس بيت شوت على فيز، عارفين انه شنايدر كذلك لو الكول موجود من شلبي، ولكن حذاري هذا الجامب كل موجود، ولكن شنايدر يموت على من اي دي زيزوكس. يبقى لاعب وحيد اللي هو دي بايرو، هو كذلك انوبس ينتظر ممكن في البوش من لاعبي رعد، ولكن روكيت خلص من فروست. اذا فيس بكل اخر على زيزوكس، فريق رعد يجدو في الفراكس لين. كرولو سبري جيمي يتخلص من روكيت، افيس بالفاندل اوريدي في هذه الجوله الثانيه ياخذ الكيل على ساند، ونتوقع انه مش يكون في كيل اخر. ودخول على السايت اي من تيم انوبس، دخول مفاجئ هنا، وفايز هيكون واحد امام اثنان ياخذ الكيل الاول. فايز ممتاز بهذا سبكتر، يبحث الاخر في فرصه من طرفه، الثاني موجود فايز تريبل كيل. والان يا سلام يا سلام يا سلام، يفوز بالجوله الثانيه المفروض اللي ما يفوزش بها، ولكن روكيت كذلك ينتظر فيه فريق رعد. حذيري امامكم ايكو، ولكن لا للاستخفاف لا للاستهزاء، روكيت يفوز بهذا الدول. الروكيت تريبل كيل، يضيف التريبل من دون اي مشكل بكل سهوله، مش حابب يعمل بيك ذكيه منه فول اتش بي، ولكن مش يضطر انه يبقى يسمع في ستيبس. الروكيت على يمينك، الروكيت على يسارك، كاكين عند افيس
ساند حاصر نفسه في مكان صعب الهروب منه، اما يفوز بالدول او يموت، وهذا اللي صار. شلبي يتخلص منه. النار الثالثة تم استعمالها من زيزوكس اللي تعرف على ميك اللاعبي فريق رعد. هذا روكت يسقط، ومرة اخرى كوانتم بكل تكتيكال تايم اوت بعده. فريق انوبس يقوم بشيء امبريدكتبل، يقوم بجولة قوية لان نزول من شنايدر يشيك هذا الاندر هيفن، ولكن شوك دانس عليه حذاري لازم يغير مكانه ويخرج، ولكن سبايك كام جايع جدا. هذا فلاش من شلبي، ولكن هيد شوت من شنايدر يبدا ريتيك من فريق رعد. نسمع في دويل اوبريتر الان فيز يبحث على بيك بي، ولكن لاعبي انوبس متمركزين بطريقه الصح. فروست يتخلص من شنايدر، دي بايرو يجيب كيل على افيس، تبقى 2 في 3 الان. دي بايرو لازم يبدا ديفيوز يا دي بايرو من لازم يلك الان. هذا الكيل دي بايرو سبراي على الزرق، ولكن على شمالك موجود كرولو. ال 1 في 2 الان فيز مش قادر يديفيوز على يمين، وكرولو يتخلص طار المكان الافضل، ولكن في بوش موجود من لاعب شلبي على السايت اي. وساند اتوقع انه عارف، ولكن شنايدر يتخلص من شلبي. هذا البوش يلغى، ولكن لازم في الوقت القصير يتم زرع سبايك من فريق انوبس. ولكن لاحظ مكان كرولو، كرولو باش يحاول يفلانك طريقه الكل للسايت اي ممكن، ولكن فريق انوبس لازم يحاول باي تايم يشتري الوقت. اللاعب كرولو انه يوصل. حذاري ساند، حذاري ساند يموت على يد افيس، رائعه جدا البيك منه للشوك دارت. يحاول تقتل لاعبي فريق رعد البوشينج من الكونكتر، ولكن روكت يتخلص من افيس، تبقى 4 في 2. هذا سوفا لو اتش بي، كرولو اخيرا ينضم الى فريقه، تبدا عمليه الديفيوز. هذا الانتر سيور، ولكن حذاري البوش موجود من دي باير. كرولو فضائيه صعبه، لكن على روكت الفلاش جميل من شنايدر ويكمل عليه الكيل. العاديه الباسيف الديفولت من جين. روكت ياخذ انفورميشن، روكت بهيد شوت على كرولو. ايوه تكون صعبه فيها سيكرز من طرف دي سكاي، يتقدم فريق انوبس ربما يكون فيها روتيشن من طرف فريق رعد. ساند موجود هنا ياخذ السيكرز. ديسترويد لحد الان يقوم بزرع السبايك على الاستاذ فروست المثلج. الان ساند من الهيفن يبحث عن الفرصه، يحجب الرؤيه بهذه الاسرى بالسموكس. جده اخرى دي بايرو بهذا البريتش يتخلى من السي تي، يكون فيها فلاشز. افيز يبحث عن الفرصه، ساند هيكون فيها كيل من طرف شلبي. فريق ويف اعلام روكت، الجبال شلبي موجوده، روكت ريستات عنده، ديسميتس عنده، عنده التيمات. الروكت يتخدم بالرينا، ياخذ الكيل ربما الثالث. اي 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 الروكت 1 في 1 عنده اوبريتر. اي 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 عارفين انه انوبس متلكوا هذا السايد سي، ولكن فيز يقطف راس افيس. وساند يتخلص من زيزوكس، بدايه سيئه لفريق انوبس في هذه الجوله، ممكن اقترب من الماتش بوينت الى حد الان. شلبي بشويه دامج موجود على دي بايرو، يضطر انه يستعمل فلاش مره اخرى. جرافيتي ويل من دون اي تارجت، ودم زرع سبايك من فريق انوبس، ولكن 3 في 5 هذا ريتيك. شوف هذا الريتيك موجود من طرف دي بايرو، يتخلص شنايدر حول الكل، ياخذ الكل الاول الثاني. يا سلام شنايدر، فتال شنايدر. الوقت المطلوب وماتش بوينت الان. فريق رعد سيتعامل مع شوية سبكترز وشرف وفاند الوحيد على افيس. افيس اللي لحد الان ولكن حذاري يا روكت، البوش هذا ممكن يؤديك الى التهلكه، ولكن لا يقتل شلبي، يتخلص من هذا اللاعب. الروكت يبحث عن الثاني، ياخذ الكيل الثاني. روكت يعود ادراجه، ولكن افيس يقتنصه، ياخذ عليه الكيل 2 فور 1 الى حد الان. واللاعب شنايدر يحاول يبوش من ناحيه الاي لوبي الى حد الان، ينتظر في زيزوك يحاول يبتعد على الكروس رينج فايت، ولكن نايس بيت من شنايدر. فايز بك الاخر لاعب وحيد انوبس بروتيشن. اوه دوبل فلاك ممتاز، ولكن شنايدر موجود يعرفها. اوي 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 تونا وفيز ياخذون تشوف فيرست كيس هذا البيست راوند. الان 3 في 5 موجود، الوول بانك موجود من طرف فيز، يكون فيها محاولة سبلانتنج سبايك يتخدم. اوه الاسهم الرائدة يا سلام. فروست مع انوبس يكون كلاش هنا 1 في 3 يتخدم هنا. كان يتوقع لاعبي انوبس باش يدرسوا تحركاته ويتحركوا الى السايت اي، ولكن لا. سكاي نودلز بوينت من فريق انوبس او لا. لاعبي رعد بوشينج من ناحيه الاي، ولكن افيس هذا هو الفاند اللي كنا نحكي عليه، يتخلص من لاعب فيز. هل ممكن يجيب كيل ثاني ولا درون؟ افيس افيس بكيل ثاني. افيس الان بعد يحاول يزرع سبايك، هل بيكون في كونتيست؟ هل بيكون في محاوله منع الان؟ افيس ممكن يبحث على تريبل، ولكن شنايدر اسبق منه. شنايدر ياخذ تريد، يتم زرع سبايك من تيم رعد، ولكن سبراي حذاري بالنسبه لشلبي موجود في الفلانك وحده الى حد الان. ونادي بايرو يحاول، لكن شنايدر غيموت. تونا ياخذ الكيل على سكاي نودلز الان ال1 في 4، يحاول يقوم بهذا الرين، عنده شامبيون ولكن غير ممكن. تونا بهذا القوسين امان في الدفاع ممتاز للغايه، ولكن حذاري روكت شلبي بالاوبريتر. لا ما كانش عارف انه لاعبي رعد مشيو من ناحيه الميد. هذا دي بايرو يتخلص من فروست، ولكن شلبي مس الشوت بالاوبريتر، يقلب بليد ستورم على يمينك موجود الاب درافت. تايمينج يا شلبي، دي بايرو يتخلص منه. فريق رعد يحتل السايد اي، ممكن نشوف اول جوله لهذا الفريق المصري. تم زرع سبايك فوق النست، والان 3 في 4 ريتيك لفريق انوبس.
نادو وافيس بهذه الرنم تاع عنده التيميت. كاين هناك الريز موجود من طرف الاستاذ تونا بهذه السيد. نعم هو الالتيميت مستعمل, هو غيكون يحاول ياخذ فيها الريسيت معقوده. ديسمس موجود, تاهيل فيها شيلد جهه الاخرى. 3 في 4 انو بيساعدو من التفوق العددي, ولكن سيكون ذكاء في دبل لير من طرف زتابيز. يدخل نحو الفونسايد اي, الكيري موجود لهذا اللير من طرف رين عدو. يا سلام فارس ست ونس اجين, ويدخل مع فايز بلد اخرى. كانو ست فرص موجود لمساعده, ولكن فايز يقول ولا فايز الدبل كيل فايز. هو ال1 في 1 مستمر, هو شوف السيف على الفايبر على المسيج. الكل فيري هيلثي, السبايك اوريدي بلانتد مع الديسميس. وين ممكن كرولو هاي يكون كاتش مع فريق وانو بيت جيمنج غيفوزوا. اوه موجود حذاري يا روكت, حذاري يا روكت. هذا التفاعل يا روكت, ولكن لحسن حظه دي بايرو موجود مع توتريد. الاثر سكوري من فروست تجيب بال كيل على شنايدر. روكت يرجع لقيد الحياه 1 فور 1 في التوتال لحد الان. الوول موجود على السايد, يتم زرع السبايك, مش قادر لاعب دي بايرو انه يدمر هذا الوول. كرولو يتخلص من دي بايرو الان. 2 فور 1 موجوده, وريتيك سريع موجود من فريق انوبيس لحد الان. فروست يتخلص من سكانودلز 2 في 3 وتبقى عدو واحد فقط اللي هو هذا السيج من تيم رعد. ومرة أخرى بوست بلان سريع من فريق أنوبس, ما يعطيش الفرصة لرعد أصلا أنه ريبوزيشن أنه يتم استعمالها كذلك من فريق رعد. ألتيميت في وسط ألتيميت, ولكن سكانودلز يتخلص من أفيس. هذا الفلانك اللي كنا نحكي عليه, ولكن كرولو من ناحية الهيفن ياخذ الكل على دي بايرو. يدخل في وسط عالم فايبر, ولكن روكت اول كل لي في المباراه ياخذ الكل. ولكن تونا يتخلص من فيز, كان اوت اوف بوزيشن. روكت ثاني كل في المباراه, استفاقه موجوده, ولكن فروست يعمل له شت داون يخليه 2 في 2 الى حد الان. ما تمش زرع سبايك, شنايدر بوشينج في هذه الفايبر سبيت. اوه ممكن يعرف مكان فروست, ولكن فروست كذلك الان ريلودد الجالم تاعه, ينتظر في البوش, ينتظر في البيك. ولكن تونا من جهه اخرى يتخلص من سكانودلز. شنايدر يقتل فروست, ال1 في 1 موجوده, محاوله فيك بلانت. تونا باش يحاول يبوش, يستعمل في الروبس, ما يشوفش فيه شنايدر. والان ادفانتج في الانجل موجود لتونا, ولكن الجيم سنس الجيم نولج سيدخل في الحسبان. شنايدر شنايدر شوف في تونا, لا يا تونا لا يا شنايدر 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 شنايدر. اوه كان باش يخرج. اوكي الصندوق المثلج هو الكل الاول موجود من طرف الشارب. روبيلات اللي جاب من طرف شنايدر, الثاني من طرف فيس ثرو ذا وول. يا هيد شوت الان رعد سبورت في الايكو راوند, واربعة من ثلاثة عندهم الادفانتج. نايس سموك هنا تكون في الهيفن من طرف الاستاذ شنايدر. وشالا بي فيها فاندل ممتازة هنا من طرف شنايدر, ياخذ الويبن تاعو باش يفوزوا بايكو راوند. تصور معايا بهذه الطريقه بعد كل الفول بايز مستراعي. اوه اسام يا سلام, سكانودلز ان روبن هود لفريق راد يسحق فعلا بهذا الصوره نتاعو. الان التريفيج مستمر, سبايك ودي بلاند الوقت دائم مع فيز في لوكا فيز, ولكن لا شنايدر ياخذ الكل. شنايدر لا كرولو كرولو كرولو, حس انه مش قادر تتحرك معاه, مش قادر تفوز بالمساحات معاه. ولكن شلبي مش يجد في النجاح الكافي لحد الان في هذه المباراه, يخسر امام اللاعب فايز. وهذا دي بايرو يضيف كيلو اخر على فروست, دخول السايد سبليت من جانب لاعبي رعد متحكمين بالسي تي. ولكن كرولو موجود هولدنج هذا المكان, الكيل الاول موجود وما فيش لاين اب من جانب كرولو. ايش مايدر بكيل الثالث لفريق رعد, يبقى لافيس وتونا طرف لك الاخر, ولكن يمس 30 هيلث بوينتس من روكت. ولكن الديلي في وقت كبير لزملائه, والريتيك 2 في 4 اصبح 1 في 4. يلا يا تونا يلا يا تونا كن عنيد. قدم تونا بهذه السيج نتاعو, عنده الهيت قدم ياخذ الكيل الاول, ولكن الاسهم السائق سكانودو. ضبط اللي صاير معنا. اي اي خلنا نشوف الكيل الاول ماخذ من طرف شنايدر. نشوف هنا محاوله الدفاع من طرف شنايدر على بوكسايد بيت. قدم الثاني موجود, تونا يعادلها الان في اول من طرف هذه السيج. غيكون فيها بلانت وول ورا وول في البوم سايد بين طرف الاستاذ فايز, يبعت عليهم بهذا الكلاسيك نتاعو السيد. جد اخرى تيم راد في الريتيشن 2v4v3 عايز اقول. ويتخدم هنا يا فيز, يبعث عليهم, يبعث على الرؤوس, يبعث على الكيلز. فيز بمساعدة دي بايرو. يلا يا فيز يلا يا دي بايرو. شوف الوولز والله ما لا وولز ما لا وولز, ولكن من جهة أخرى البوست بلانت اوكي من طرف الفريق أنوبيس غيموت فيها مباشرة. أستاذ فروست والثاني ربما يكون موجود, ممتاز جدا الدفاع هنا من طرف الفريق. دي بايرو ياخذ الكيل, غيكون فيها ديفيوز. اي 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 تايم ما عندهمش تايم كرولو وات بسنيك بايت يقتل سكانودلز. اي 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 كرولو يلعب على التايم سيدي كرولو فيز. ممكن يبيك مره اخرى, الهاف ديفيوز موجود ينتظر اللاعب دي بايرو. كرولو ياخذ الكل, ولكن دي بايرو بتريد. الوقت باش يكون كافي للاعب دي بايرو انه ديفيوز. رادي سبورت اسمه والله شلبي بيجاوبك الان بشت داون كل على الروكت في هذه ليكو.
وتونا كذلك يضيف كيل على ديباير. وهل في فورس ولاعبي انوبس في هذه الجولة؟ تو كيلز لحد الان. محاولة منع ديفيوز موجودة من هذا الصوفا ولكن مش كافي. فايز سيبدأ الريتيك يحاول يمنع لاعبي انوبس ممكن الريبوزيشن بطريقة سريعة في هذا الفورت بلانت، ولكن حذري فايز على شمالك شلبي من بعده كيل كرولو ويبقى لاعب وحيد هو سكا نودلز هيد شوت أولى، ولكن أمامك جبل طويل اسمه انوبس لأنه شلبي بتريبل كيل. بداية الفلانكينج من لاعبي رعد، ولكن ان بي فروست يعرف فروست يبحث عن الكيل الاول. الجارديان موجود الجيجل الان 1 في 2 البيج وينز كانودلز. هل يفوز بها فروست؟ يستعمل الشوك دانس يستعين بهم الدمج موجود وفروست ينهيها بالكلاسيك. على يمينك موجود ديبايرو اذا يجيب الثالث لا ديبايرو يعمل عليه شت داون، ولكن فعل ما هو مطلوب منه لاعب فروست واكثر شغل كبير جدا قام به. فيس يتخلص من فيز شلبي بالسكاكين يحلق يتخلص من روكيت وكرول في ماب ايس بوكس. انسين فريق انوبيس الى حد الان في هذه الخريطه دقيقه راحه مخعوده من طرف فريق رعد، ولكن انوبيس حد 20-5 كرولو 20-5 كرولو روكت يبحث انه يوصل لرقم 20 في الكلز، ولكن ياخذ كل وحيد فقط الى حد الان. تونا بالريفايف على شلبي كرولو يتخلص من روكت وفريق انوبيس قادم وداخل سيداهم السايد اي، في حين اللاعب شنايدر يبحث على فلانك ينتظر في البوش من لاعبي انوبيس مش يكون كافي. دي بايرو يلتقط راس افيس من هذا المكان الجميل، ولكن فريق انوبيس هل مش يكمل في البوش او انه يركز على السايد بي. هذا سبام موجود من فيز ياخذ الكيل على كرولو النزول الى السايد، ولكن تونا يتفوق في الدول مع اسكا نودلز. الامبريس موجوده او امبريس بالجارديان. يا دي بايرو هل تفعلها وتخلي فريقك موجود في هذه الجيم؟ هل تفعلها وتخلي الحلم موجود 12-4 ممكن الكامباك؟ شفنا كامباكس اقل من هذه من 12-1 طبعا نسبتها 99%، ولكن 12-4 قولوا نسبتها 85% ممكن. لان فروست بالريكوندارت حاول يكشف ناحيه الهيفن ولكن لا يكشف لاعبي الباك سايد. لان يتم زرع سبايك 3v3 يا يا 3v3 موجود انا الدور صعب دون ياخذ الكيل. فايز يليه فروست من جهه اخرى انوبيس يفوز بهذه المباراه غالبا. نعم لا فايز يقوم بيو لا ما يصبرش يتراجع الان. يتم زرع سبايك من تيم رعد من دون اي مشكل، والان فريق انوبيس اربع بلايرز روتيتنج من ناحيه السيتي البحث على الريتيك 5v5. هذه البيستل بتكون مشوقه جدا، ودي اهميه دي ستيج في الخريطه خاصه في البوم سايت اي عندما تكون في الهجوم صعب جدا الدفاع عليه ويكون فيها بلانت بكل سهوله. والان البوست بلانت موجود من طرف فريق رعد انوبيس يحاولون الدفاع يكون فيها كيل اول من طرف دي بايرو على زي زوكس، والان 4v5 موجود لصالح رعد سبورت الى حد الان. تومندو شاورز هذه فيوز موجود بس يكون هذا كافي. فروست فاندينغ هذه الشاورز اوي افيز سبراي موجود من طرفه يسرى مع افيز الثاني موجود من طرفه دي بايرو يجاوبوا على فروست، لكن الروكيت هنا اصبح موجود يدهم هو الوقت يستخدم روكيت ياخذ الكيل. فاز المهاجمون الرادي سبورت يفوزون بالراوند رقم واحد في هذه المباراه. فريق رعد يفوز بالبيستول راوند صراحه بوست بلانت ممتاز جدا. لاعبين في اللامبس لاعبين في الشورت لاعبين من ناحيه الشاور بوست بلانت ممتاز جدا ويفصلهم هذا الجدار من السيج. صراحه لي قلق نوعا ما دفاعات فريق انوبس وما فيش اي لاعب من انوبس فكر انه يدمر هذا الوول من جانبهم في نفسه بهذا الجادج. كذلك فما كرولو موجود تو تريد فما لاعب اخر حذاري كرولو يشوف شلبي بالجادج الاول دي بايرو على الروكت كذلك، ولكن فايز وشنايدر سام هاو يتمكنوا ماخذ الكلز. حذاري افيس على يمين اثنين لاعبين، والان فريق رعد يتحكم بالسايت مره اخرى. يا بالضبط رادي سبورت بدا الدخول المفاجئ ممتاز جدا لحد الان في سبايك مزروع من طرفهم. الان في ان مصابي حافيز يحاول الرجوع يحاول ديفيوز عنده الفوت نتاعو يبحث عن الرؤوس يبحث على هذه البوديز في اصلا من طرف هذه ستيج يكون فيها كيل اول من طرف زي زوكس ويتقدم هنايا افيز وانس اجين فيها كيل مشاف شنايدر ما يخرجش كلمته الاخيره شنايدر فيها سنيك بايت من طرف هذه الفايبر 2v2 الاسطره موجوده معي كما في المصابيح وشنايدر يتقدم شنايدر بالترانسفير ولكن ساند اي مغلق على فريق رعد الصراحه في هذه البونس راوند بالنسبه لهم. والان وان تاب من فروست العديد من الاتيتيز العديد من الحجم للرؤيه هنا ساخط الجدار السام مش نايدر يبحث على المصابيح هنا انت 1 في 1 امام كرولو فيها سنيك بايت الزونيك موجود فيز ياخذ الكيل مجابه من طرف استاذ فروست بالاسهم السايق فروست تريبل كيل القناص الروبن هود بهذا السوفا 2v4 انوبيس عندهم ادفانتج كبير جدا والان يحاول ياخذ فيها كيل كرولو افيز سؤال مطروح
شو هالما تروح هالروكت مش شو ستوبر ممكن يجيب الكل روكت بريدكت جميل يتخلص من افيت هذا فروست ياخذ الكل على روكت لحدين سنيك بايت في وسط هذا الكونتينر ولكن مازال عنده المساحه الكافيه انه يلعب عليها لين طريقه سيف ولكن حذاري فروست حذاري فروست كرولو زميله موجود يتخلص من فيز لكن ساند يضيف كيل على كرولو لاحظ انه زيزوكس مازال متمسك بالسايد بحال يبريدكت اي محاوله تي بي ولكن البودي شوت بالوال بانك موجوده من شلبي ولكن هو كذلك يبقى لو هيلث في دايف وفي بوش من ناحيه الالبو من لاعب ساند حذاري الشلبي جميله جميله جدا من شلبي وهذا شلبي مره اخرى يستعمل بلاست باك اوهو زيزوكس 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 نو واي زيزوكس نو واي زيزوكس اوه غريبه غريبه من هذا اللاعب لا 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 وات يصير في لكل البروز ولكن علاش في هذا التوقيت يا زيزوكس علاش وين فريقك حاب يعود في الجيم وين فريقك يبحث على التعديل اي اي 2 في 2 وشنايدر يقتل شلبي فروست هو الوحيد اللي قادر يخلي فريقه يفوز بهذه الجوله واللي بيعمل كامباك يا زيزوكس هل يفعل زميلك هل يقول لك مش مشكل زيزوكس اي جات ذس فروست يتقدم لين امامه سبايك ولكن مش امامه اي لاعب من فريق رعد ينتظر يوم في سميع صوت الديفيوز اوه الفايبر سبيت يسقط لين فروست الوقت ما يكفيش فروست بالكل الاول ولكن البيك مع بوش من روكت بدبل سباتشل هل يجد بها البيك او لا حذاري ريكون دارت ممكن يكون موجود هذا روكت في الاخير يتخلص من زيزوكس تسمع في ذا وين شو ستوبر ممكن يكون موجود من روكت لين يبحث على بيك او لا من شلبي كانت هذه ولكن دي بايرو فوتس مو سبراي جميل يضيف كيل اخر على الشلبي ولين فروست يدخل في فايبر سبيت يجيب الكيل الاول يعاود يخرج لين ولكن يتم زرع سبايك من فريق رعد 2 في 4 فروست يحاول انه يبوش لين يمنع فريق رعد من انه ياخذ المساحه والوقت المناسب تو ريبوزيشن ولكن هذا تريل بليزر يقوم بالدامج يقوم بالستان كرولو يتخلص من فيز هل في تارجت اخرى ولا شوف فريق بوش كرولو شوف فروست على شنايدر فروست من ناحيه سيتي سيجد امامه هذا الوال يحاولون يدمروا لين 3 في 2 كرولو كرولو ممكن بسبراي ولكن روكت يفوز بهذا الدول يخلي فروست يواجه امره يواجه الواقع لين يعرف على شماله في لاعب شنايدر يتخلص منه ولكن فريق رعد دائما بهذه الطريقه يلعب طريقه باسيف حاول ياخذ انفورميشنز بهذا تريل بليزر وفيها تقسيم العالم اوكي تقسيم العالم بالضبط من جانب ساند ذا راوند مهم مذكر انه شنايدر ياخذ هذا الكيل والبوزن تنفجر هذا الشو ستوبر موجود والبوش موجود في البوم سايت اي كان فيها كل موجود من طرف كرولو وشنايدر في الجهه الاخرى شوف انه هي محاوله دخول من طرف رعد الان في الشاورز في المراحيض اي 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 دش رهيب وانا شلبي عنده هذا الاوبريتر التري في تري موجود وتيم رعد عندهم البلانت الان البوست بلانت موجود لا في ريز موجود من طرف فيز على الروكيت الفور في تري موجود الظروف صعبه على فريق انوبس عندهم وان اوبريتر ولكن سيكون هذا كافي يا شلبي يا سلام شلبي فليك ويف الاحلام ياخذ الكيل الاول التريبي تري يصير هل سيكون هذا كافي الوقت يداهمهم سبايك اوري بلانت الان ياخذ فاندل شلبي بذهبي جاج لاهبي الاوبريتر الان عنده فاندل ويتخدم شلبي عنده جرينيد هل سيكون هذا كافي سام كمين الشاورز ياخذ الكيل شلبي شلبي غير موجود الاجابه من زيزوكس بهذا الاوبريتر ياخذ فيها كيل اجابه اخرى يا سلام من طرف شنايدر والان الوان في تري غير ممكن شنايدر انوبس خسر جوله كروشل الصراحه هذا الروكت الشو ستوبر موجود الشلبي يتخلص من دي بايرو بيستعمل هذا تي بي كذلك فروست ياخذ كده على الروكت فريق نوبس بمباغته من البورتل الثري في 5 موجود انوبس عندهم هذا الادفانتج نشوف هنا فروست بهذا الدرون ياخذ بعد الانفورميشن عنده الاسهم نتاعو شلبي بالجرينيد ياخذ بعد الدامج رمى على فيز ولكن مازال عنده فرصه انه ياخذ تي بي فيز لو كنت في روتيشن نحو البوم سايت ايه فيز ياخذ الكيل 1 في 1 مع شلبي اسهم سايقه موجود لازم عليه الدفاع على هذا البوم سايد بي شوفوا واحد في الاوكر انترناشونال تعطى شوفوا الكونسنتريشن في البلاير كام شوفوا الفوكس كي موجود من طرف زيزوكس الان عنده سموك غير ممكن فايز ثرو ذا وول تو ذا بوكسز ياخذ الكيل الثاني 3 في 2 فايز يحاول لكن زافيز 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 بين الاوبريتر غيكون كلاش مع فريقه 1 في 3 صعبه 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 على الاستاذ شنايدر يحاول ياخذ سبايك غيكون في اوبريتر ولكن افيز بتبديل هذا الويبن وبهذا بوش ربما افيز يحاول البلايند جيدا فيها سيكرز الاول موجود من طرف افيز يبحث على اكثر من ذلك الجيب من طرف الروكت موجوده والفور فيفر مازال مستمر الان ربما يكون فيها روتيشن من طرف فريق رعد لا خلينا موجوده الدخول فورست هنا يلعبوا البوم سايت اي
هلا بياخذ الكيلو الان التلفزيون لازم مستمر عندك الجيم تضرب فرصه صفر لازم استعماله قبل نهايه هذا الراوند لانه يكون فتح ديال الجبهات من موراه هنا بلانتي جريس بايك موجود من طرف فريق راد لانه بس في الدفاع اوبريتر غير ممكن دي بايرو ياخذ الكيل في الوان في وان امام هذا الاوبريتر دي بايرو الان جيم ليدر دي بايرو على الكاميرا الان هذا اليونغ تالنت المصري ياخذ عنده ثلاثه دامج ياخذ عليه من افرمجه صفر السيتوكس ياخذ الكيل اسان ياخذ فرصه ياخذ الكيل فيز ودي بايرو غيموت انوبيس ثلاثه ممكن الانوبيس يقومون بها خاصة بهذا الفيت الراوند نشوف هنا مباشرة روكيت يحاول بالجريد نتاعو ياخذ الكيل الاول جاي اخرى فروست هو كمان موجود وان فور لحد الان فيري اجريسيف من طرف الروكيت بهذا البوم بوت نتاعو ياخذ الانفورميشن 4 في 4 ما زال انوبيس يبحث عن فرصة الدخول في سايت من السبايك سايت هنا اما الاي ولا البي شلبي ما زال حي معنا الكلتش بلاير في الفيت الراوند ديوية تلبي الاحلام فوز بهذه ال 1 في 1 نتاعو دائما ويخلي فريقه في بوزيشن ممتازه للفوز بالراوند نشوف مع بعض اش غايصير بلايند على روكيت هنا في المصاب راح يتخدم بهذا القوس نتاعو روكيت 1 في 4 1 في 3 شلبي 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 ياخذ الكيل الاول هناك بلان في هذا السبايك شلبي ترد اول على روكيت الان ال 2 في 3 موجود يسلم فيز محاوله ولكن ساند اللي على شلبي الان ال 1 في 3 هسيكون معجزه غير ممكن ربما ساند لازم يوجد نفسه ساند الكل موجود ضرب روكيت كرولو يليها الوان فور وان عادي الان دخول انوبيس الى السايد ساند يتقدم ياخذ الكل الاول الثاني غير ممكن افيز ياخذه بسبكترو الان دي بايرو لازم عليه الريتيك لانه البلانت سبايك يكون موجود من طرف فريق انوبيس وان فور وان الى حد الان في كل الدول اللي صاروا فريق انوبيس ماشي في الطريق الصحيح الان يقوم بزرع سبايك يبقى رهينة لهذا البوست بلان تريل بليزر اللي تم استعماله من ناحيه الالبو يتعرف على مكان دي بايرو ممتاز جدا فريق انوبيس عنده الانفورميشن حرب المعلومات قاعد يفوز بها الى حد الان لازم نشوف البوست بلانت محاوله وول بانك ولكن ما فيش اي لاعب في هذا المكان من فريق انوبس الا فروست مبتعد وراء البوكس بدا الديفيوز حذاري في اوبن كومبات لاعب فايز اذا الشوك داس موجوده فايز يعرف مكان كرولو الان يبدا الديفيوز الفيك ديفيوز مره اخرى لاحظ جيجل رايح جدا من لاعب كرولو افيس يتخلص من دي بايرو انوبس قريب من الفوز بهذه البونس راوند حذاري على فايز على يمينك الرانت جان من كرولو الدبل شنايدر ولكن ال1 في 1 سيبقى موجود بلو اتش بي هذه الفايبر وانوبس يفوز بهذه البونس راوند يعرف انه رعد مشاكل في الايكونومي الان بوش موجود على السايت من دون اي مشكل ولكن لاعبي فريق رعد ما زالوا الكرة على قيد الحياة هذه الشوك دارت محاولة تكبير الشاور بالضبط شنايدر اوهو هيد شوت ممتازة شنايدر في محاولة خروجه ولكن كيل اخر موجود لفايز على زيزوكس ماذا يحدث في صفوف انوبس كرولو يحاول يعدل الدفة ولكن ما زال فرق العدد لصالح فريق انوبس هذا فلوس بالوار نايس موك يشوف روكيت يتخلص منه وهذا كذلك شلبي ياخذ كل على شنايدر يبقى فايز وساند وحيدين في هذه اللقطه كونكاس جميل جدا فايز بالتريبل 1 في 1 لين موجود شلبي ضد فايز شلبي بالجيم سنس هل ممكن افعل لين هذا فيك ديفيوز موجود فايز يضطر يشيك الانجل حاليا الوقت داهم فيه شلبي ببورة الاعصاب شلبي البيك من شلبي ويفوز بهذا الدول سبعة ما بعد اذا كانوا الدخول هنا مازال ما خروش هنا مازال ما خروش روكيت روكيت طب كيف ممكن كرول يجوب اجابه مقنعه من مباشره نحو البوم سايد يكون فيها دخول من طرف فريق انوبيس ورعد في الدفاع شنايدر يحاول ياخذ الكيل اوه جرافيس ممتاز جدا فيها وان فور فيز او زيزوكس ياخذون بورد كيلز شوف هنا الكونسلتيشن موجوده في البير كام من طرف فريق رعد وشنايدر هنا لازم يكون كلش مع فريقه 3 في 2 2 التمت موجوده من طرف فريق انوبيس عندهم التمت السايفر والكوسميك ديفايد من طرف الاسترا حمامة لأخذ الانفورميشن اللي بوزيشن يكون ممتاز من طرف فريق انوبيس ونشوف مع بعض ايش يصير 3 في 2 الان فريق رعد بريتيك زيزوكس من ناحيه اللامس ب 30 هيلث بوينتس عنده نور الثيفت ولكن ساند يقوم بالفيك ديفيوز الى حد اندي بايرو ينتظر في البوش من هذا المكان لانه يستعمل هذا الاودن حذري زيزوكس نهايتك ستكون قريبه دي بايرو بهذا الاودن ممتاز كرولو وحده يبقى على قيد الحياه البوش الجاف من دي بايرو مش كافي كرولو لف على ولا الكل الثاني موجود جيجل جميل جدا البوش موجود من شنايدر 1 في 1 كرولو هل يفعل ولا الوقت داهم في لاعب فريق رعد يعود لان يحاول يكمل الديفيوز ولكن مش كافي وكرولو مش يكون مشكل كبير جدا وخسر الكثير والكثير من الجولات ورا بعض حذاري شلبي بالدبل بلاس باك موجود عنده الشو ستوبر هذا شلبي بالبنشز يتخلص من دي بايرو كرولو يضيف كيل على روكيت ولكن قبل ما يموت روكيت يستعمل الشو ستوبر تبقى 3 في 4 لان ساند من ناحيه الشاورز يبحث على بيك ولكن فريق رعد سبايك متحركه على السايت اي حذاري في ساندويتش ممكن يكون موجود على شنايدر بالضبط هذا زيزوكس
تمكن من اخذ الكل ولكن فايز يعيد الوقت على قيد الحياه. هذا بيك جميل جدا من شلبي ياخذ الاول ريزيت البينتشيز موجود ولكن مش كافي الكل لحد الان يتم زرع سبايك من فريق انوبس و 2 في 4 ريتيك لان اوكي الكل الاول مش مطرح لسد الروكيت ثاني محاول اوه فروست الخناص فايز يحاول في ال 1 في 2 سيتويشن ولا ال 1 في 3 حادثه صعبه جدا عليه بهذا الفاندل يعرف انه سبايك اوف ذا بلانتد وراه موجود هذا السايفر وفايز بهذه السيج ماذا يمكن ان يفعل المعجزه ربما يتقدم يبحث عن الرؤوس فروست موجود مساعد لي فروست هيكون فايز موجود فروست يفوز بهذا كوسميك ديفايد يتم استعمالها من جانب كرولو 4 في 5 هنا موجود ادفانتج الفريق هذا الكل اول مجموعه طرفها فايز في هذه المصابيح ياخذ الكل على شنايدر مباشرة فيها هنا تعلب ياخذ الفيجن زيزوكس ياخذ الكل على روكيت 3 في 4 باقي موجود يستخدم فريق انوبيس الروتيشن موجودة نحو البوم سايد بي هيهرب هنايا السايفر مجال اخرى فريق خلاص لازم عليه الاجابة هل سيصير في الوقت المناسب ام لا 2 في 1 الان تكون موجودة دي بايرو موجود في سيتي يبحث على الفرصة عند اوبريتر هذا يكون هذا كافي دي بايرو الان جيم ليدر يبحث على الكل الاول ربما يبقى سهل الراوند على فريقه دي بايرو في الهوكا شوف الهوكا دي بايرو هنا جرافيتي ممتاز جدا من طرف الاستاذ أسطرة ال 3 في 4 موجود البوست موجود وغنشوف الريتيك 3 في 4 لين ولكن فايز يتمكن من اخذ الكل على كرولو لين دي بايرو بهذا الاوبريتر شنو ممكن قادر انه يفعل يتم استعمال الجايدنج لايت الى حد الان زيزوكس مختبئ في ناحيه الكوبي هل يتم تشييكه او لا الكابي الكابي موجود فايز زيزوكس اللاين اب من زيزوكس التريبل لزيزوكس يبقى لاعب وحيد ساندي موت على يدي هافي يخسر الجوله بطريقه غريبه الصراحه ولكن هذا الكل بفضل شنايدر توب فراكر في هذه المباراه ب 22 كيل تنقصه اورب وحيده على الالتيميت نفس الشيء بالنسبه لزيزوكس وافيس من فل تشويس نتاعهم لانه باقي دقيقه فقط قبل البلانتينغ لهذا السباك موجود من الاطار لفريق راد هل سيستطيع ان يفعل نعم فروس ياخذ روكت مهم جدا اخذ الروكت الدويس لفريق راد والامجه الاخرى في المصابيح زيزوكس يتقدم فريق انوبيس 4 في 4 ما زال عندهم الجيمات هذه الفايبر ريتيك دي بايرو ياخذ الكل على فروست يا سلام على راوند 3 في 4 مازال مستمر في الشاورز موجود شلبي في المراحيض موجود شلبي بورتل موجود شلبي يتخلص من ساند وهذا البوش على السايت بي اثنين لاعبين من ناحيه السيتي هل يقوم بمنع زرع سبايك فايز فليك جميل يخطف راس زيزوكس على الوول بانك ولكن كرولو بي دبل على شنايدر والشلبي من ناحيه الجاردن كروس فاير سيت اب ممتاز ممتاز الكروس فاير سيت اب دي بايرو يحاول فيك ديفيوز ولكن جرافيتي والممتازه الكوميونيكيشن في الموعد ولين الفيك ديفيوز مره اخرى حذاري يعرف مكان شلبي ولكن الوقت داهم في اللاعب دي بايرو مش قادر خلاص خلاص انتهيت هذه نت شوت على مكان شلبي بطبيعه الحال هذا هو الموجود والشلبي يموت مباشره امام ساند غريبه من شلبي الصراحه المفروض يكون عارف انه فيزيتك متفجر ولكن كرولو يفوز بالدول كلاسيك ضد جوس دي بايرو يضيف كيل اخر على فيس فريق عاد فريق راد يحاول الدخول بكل سرعه يكون دخول موجود من طرف فروست يحاول الهولدنج هنا ولكن صعبه جدا فيها 2 في 4 مجد اخرى في هناك موجود ولكن هذا غير ممكن صعبه جدا على انوبس صعبه جدا على انوبس فاكين من طرف زيزوكس الان التعب الموجود كانودلز ياخذ هنا الهيد شوت مجد اخرى هيد سان غير ياخذ كيل ولكن في اخر المطاف 1 في 1 موجود كلتش مومنت من دون ان يكون هناك بلانتنج للسبايك لازم الان الاستاذ فروست يكون كلوش مع فريقه وانس اجين بهذا الصوفا 9 برتس متواجده مع مجال اخرى 75 اتش بي متبقيه لهذه الجيت لهذا الاستاذ الروكت الصاروخ يحاول يقوم بها يحاول البلانتينج ولكن ما عندوش ولا انفورميشن على مكان فروست الى حد الان هذا الانفورميشن مستعمل البلانتينج مستعمل وموجود من طرف الاستاذ روكت دون ان يسوي هنا فيها بيك الاستاذ فروست 1 في 1 هل بيكون موجود البلاد شوت يا سلام اللاعب الثاني من فريق رعد وذا الان بي فروست يتمكن ياخذ الكل الاول زيزوكس مش قادر يجيب الثاني لحد الان واللعب حول الوول ولكن في شنايدر بوشينج من ناحيه الميد دبل دورز يتخلص من افيس البوش من فريق رعد وزيزوكس يموت البونس راوند في فريق رعد ممكن تنجح الان ولكن حذاري مازال في شلبي ولكن رعد فروست يموت على يد شنايدر عنده الفاندر الان فريق رعد يزرع هذه سبايك كرولو يتخلص من سكانودز يخليها 3 في 2 الان كرولو عنده انجل ممتاز ولكن حذاري على الشمال كذلك ممكن يصير بيك من دي بايرو دي بايرو الان الهيلينج على زملائه موجود 3 في 2 شلبي ينضم الان على هذا السايد لاحظ البوست بلانت من وراء الوول ولكن اوبريتر كافي لانهاء حياه شلبي وهذا كرولو يبحث على سبراي يخسر الدول وفريق رعد يبدو ان الاكزكيوشن مستحيله منه على السايد بي في سايفر لوركينج لحد الان روكيت يتخلص من زيزوكس بدايه ممتازه هذه الجولة على ما يبدو في روتيشن اخيرا من فريق رعد على هذا السايد بي ومتواجدة الفايبر من فريق انوبس
والفور في فايف موجود. اوي 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 مع روتيشن من السيتي. روكت روكت يجد البيك على فرست ممتاز روكت، ولكن سيكون في فلانك كذلك على لاعب شلبي موجود في السايت اي. دخول سبليت من السيتي والدبل دورز. شلبي بالاوبريتر، ماذا هو قادر ان يفعل؟ شلبي يسمع في صوت زرع هذه سبايك. شلبي مش عارفين مكانه، لاعبي راعد ممكن ينتظر التيم ميتس نتاعو. شلبي شلبي يمكن الاول على روكت ولكن مش قادر يسرفايف. شلبي فاجئ لاعبي راعد، ولكن تبقى 3 في 2 الان. فريق انوبس يبحث على هذا ريتيك. لاعب من السيتي ولاعب من الدبل دورز كرولو يجد راس ساند، ولكن 1 في 2 بشكون شبه مستحيله بهذا البوست بلانت من السكاي ومن السوفا. كرولو يلا يا كرولو شيك الانجلز. كرولو يدخل لين على السايتس كنودوس بين الاهرامات على يمينه ينتظر في دي بايرو بالاوبريتر يتخلص منه. فريق انوبس عنده ريتيك ممتاز الى حد الان، يعني فريق راعد يلعب بطريقه ممتازه جدا، يلعب من الاول اول 20 اول 40 ثانيه باسيف، يحاول يجيب انتري فراغ عن طريق روكت ثم الهجوم وبعدها يدخلوا للسايت اي. ممتازه جدا صراحه. ريان شلبي يستعمل الكراف بيرست انه يحجب هذه الفيجن من الريكون دارت تتزرع سبايك من فريق راعد مره اخرى. اذا الشوك دارت من فروست عنده الهانترز فيوري على فكره 5 في 4 ولا شلبي ببيك بالاوبريتر. شلبي يبدا هنا لعزيز زوكس ياخذ الكيل مستثمر يجي من طرف الروكات، ولكن فروست ياخذ الكيل على الروكات اللي تبعت من طرف الاستاذ صوفا ما يكونش كافي. يحاول ان فروست انه يكون هو الخناص هنا. يا واي يا 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 فروست الالتيميت كان موجود. شيك الانجل على اليمين بسرعه الان قبل ما يجي لاعب من السيتي. حذري ليه محاوله كويك سكوب من دي بايرو، ولكن عفيس افيس بالتايمينج يتمكن ناخذ الكل. كرولو يضيف كل على روكت فريق انوبس لان قاعد يفوز بالدول. هذا شنايدر بكل الاول، سكانوز يضيف كل ثاني يبقى وحده في 1 في 3 واستفاقه انوبس. اوكي لا هذا مش ريبي وفادوك توكنز اوريدي من طرف فريق انوبس من جهه اخرى ايجاب من طرف دي بايرو. كين عفيس يغسل دي بايرو 4 في 2 الراس فوضى صعبه جدا، يحاولون يقومون باي شيء. سان ياخذ الكل الاول الان. اتو في 3 عنده التيميت وعنده الاورب، هل سيكون هذا كافي ام لا؟ يستمع الالتيميت نتاعو في هذه الدبل دورز. كنترول ممتاز من طرف الجهه الاخرى. سكانودوز بهذا الدرون ياخذ الفيجن ممتازه جدا هنا في ستيرز، ولكن سكانودوز موجود للاستخراب. هل سيكون هذا كافي ام لا؟ سكانودوز ياخذ الكل. التوبي 2 الان راد سبورت ربما من 2 في 4 الى 2 في 2 وفيري فيري فيري لو. هذه جد يحاول انه يسوي سرفايف. البانتينغ للسبايك يكون موجود. الراد سبورت باحسن روتيشن نحو البوم سايد بي. يسمع في ستيب ساند باش يكون في الفلانك ساند. فروست مش عارف ليه يرجع يشيك. فروست ممتاز، الجيم سنس ممتاز، روعه يا فروست. ال1 في 2 يبقى. شلبي بالاوبريتر عارف مكان سكانودز. الديفيوز شولدر جميل ولكن ما يجيبش البيك. سكانودز الريكون دارت في توقيت مناسب. العرف ديفيوز سيكون موجود، ثقه في النفس كبيره. الباونس الباونس بالشوك دارت ما يجيبش الكل لحد لين. شولدر سكانودز بالكل هو الموجود. هل يجيب الثاني؟ لا يمكن الوقت السكاكين ما يكونش هذا كافي. دي بايرو بتشيز، دي بايرو يحاول ياخذ فيها كيل. هذه بايرو ياخذ كيل شلبي، لكن فروست دبل كيل. يا سلام دي بايرو 1 في 1، او ماي جاد تريبل كيل فروست. يبحث عن اكثر من ذلك، ما سيكون هذا كافي ام لا؟ فروست از فيري فيري لو، ما زال متوجد شنايبر، ما زال متوجد ساند. هنا في الدبل شنايدر، حذاري من شنايدر ب 1 اتش بي، هيد شوت ثرو ذا وول بهذا الشريف. ما زال شنايدر يبحث عن الفرصه. انوبيس يبحث عن ريتشيك. ممكن ايس؟ اوكي شنايدر، اوكي شنايدر، اوكي شنايدر، 1 هيت دي شنايدر، 1 في دي شنايدر، 1 في 1 16 ايس بي شنايدر. 4 كي موجوده من طرفه ويتقدم هذا السايفر ويبحث عن رؤوس، يبحث عن الهدف، يبحث عن هذا الاسهم. يا سلام فروست، يحاول ربما يكون فيها ديفيوز، ولكن شنايدر ينتظر، عنده فقط شريف شنايدر، ينتظر الفرصه، يضيع عليه الوقت، يلعب تايم. شنايدر بالجيجل بيكس، شنايدر بالشوتر بيكس، شنايدر موجود، قاعدين يفوز نفسه. شنايدر يا سلام. فريق انوبس فلا شيء يستغرب من هذين العمليقتين. الشلبي يبدا شلبي يتعاملق بالاوبريتر، يتخلص من روكت، يبحث على بيكي اخر. شلبي او التايمنج حذير يا شلبي. هذا ال1 في 1 كرولو ياخذ كيل على سكانودوز. هذا دي بايرو بيت شوت ممتاز على كرولو. شلبي يدور على بيكي اخر بهذا الاوبريتر. حذير يا فيس في الاخير شنايدر يموت، يبقى في لاعبين فقط من الملعب. هيد شوت من افيس، يبقى دي بايرو وحيد في 1 في 3. لا يا فيس غريبة غريبة منه. 1 في 2 الان لاعب وحيد من راعد قادر يوصل فريقه للجولة رقم 9 او انه الفيرست هاف شوف 8 4 الان يتم زرع سبايك من فريق راعد. 1 في 2 دبل بيك ممكن يصير من الدبل دورز الان. الشلبي ومع زيزوكس. شوف مكان دي بايرو، شوف مكان دي بايرو. يا يا دي بايرو دي بايرو بسبراي، دي بايرو في ال 1 في 1 ولكن الشلبي هو اللي يفوز. الشلبي بطبيعة الحال روكت ينتظر في البوش من لاعبي انوبس، ممكن يكون محاصر. ريان شلبي يتخلص من شنايدر. روكت ممكن يبحث على الدول ولكن الدش خاطئ.
او مش خاطئ يعني تم البوش عليه من لاعب يانو بس هذا كله بالثالث. هذا هو الكامباك، انشم في الكامباك، انشم في العوده من الفرعون المصري انوبس جيمنج. هذا فيس يضيف في الرابع ويبقى لاعب وحيد سكا نودلز محاصر من كل لاعبي انوبس يتبقى الاول ولكن ان يبحث على الدفاع بشراسه في هذا السايت. اي البوش موجود من روكت ياخذ الكيل في تريد من شلبي لا على ما يبدو في داش من روكت ولكن شلبي خايف من انه يبيك من وراء هذا الجدار يا الفايبر اوسبري مزيان من شلبي كرولو حاول يدخل هذا السايت. اوه يشوف في ساند مش يكون في تانا الفيجن لا دي بايرو دي بايرو في ظهره كلورو فروست يضيف كيل على روكت تبقى 3 في 3. شلبي ينتظر في البوش من جانب ساند شلبي بسكين. قراءة ممتازة قراءة ممتازة ساند كان بالسكين. شنايدر يطعن كرولو لان تبقى 2 في 2. شنايدر على يمينه موجود شلبي ولكن امامه موجود فروست. فروست ياخذ انفورميشن ولكن هو يلعب سبكتر البيت موجود. هل شلبي يجيبها في 1 في 2؟ يلا يا شلبي السوينج بالكيل الاول ال 1 في 1 يبقى يفتح البلاي ستور. سكا نودز وشلبي سكا نودز شلبي شلبي سي. شلبي بايرو وهذا ريتيك سيكون من فريق رعد. يلا تحرك يا رعد فايبر مازال بعيد. أوه. دي بايرو مش يحاول يسبام بهذا المارشن وراء الفايبرز وول. جيم ساس ممتاز جدا من طرف الان جيم ليدر لفريق رعد الان بتفوق العادي لرعد اي سبورت. هناك بلانت من طرف انوبس ولكن لازم يكون فيها ريتيك لازم يكون فيها ديفيوز. يتقدم رعد هنا روكت من الميد فايبر وول موجود هنا يا زيزوكس هولدينغ ذا باك سايد بهذا السايد فرمسا عنده فاندل عنده من الويبنز ادخل معنا يا زيزوكس نصف على روكيت الكيل الاول موجود لانوبس موجود اخر ستاش بوش هيكون فيها كيل كنت خلاص كان كرولو يا سلام دي بايرو ساند الله 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 ستيك بوك موجودة ريباوند الله الله مش ممكن مش ممكن يا 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 روكت يعطي الانفورميشن انه في اوبريتر في سايت اي وهذا الانترس فيوري من دون اي سبب موجود من سكانودلز يبحث على بيكي لحدين او فروست عفوا هو اللي استعمل هانترس فيوري تخلص من شنايدر يحاول يكلير سبوت هذا الفروست ينجح في اخذ الكل افيس يضيف كل اخر على ساند كرولو بكل ثالث روكت يخسر هذا الاوبريتر فريق رعد في الفول باي يخسر ثلاثه لاعبين في حين انه انوبس يبقى حي باربع لاعبين في هذا البوست بلانت ولكن دي بايرو يتخلص من افيس يستعمل فايبر سبيت لين هذا يلعب كرولو دي بايرو زوند بسنيك بايت اوه امامه الفايبر سبيت امامه الفايبر سبيت صعبه جدا سكانودلز هل يشيك الانجل سكانودلز ولكن سكانودلز يفوز بالون في 1 سكانودلز يتقدم لين لازم يستعمل ريكوندكت في وسط هذا الفايبر سبيت السيكلز موجوده دي بايرو بالبوش بهذا الجايد لايت يبحث على السبايك لين ولكن فروست في ريكوندكت جميل فروست يضيف كيل اخر وتريبل اربع كيلات It's insane from Zizok انه يكون عنده غير اربع كيلات. سكانودلز بالهانترز فيوري تخلص من فرست 1 4 0 لحد الان فريق انوبس يزرع هذه سبايك ايكو راوند ايكو باي دي فريق رعد ريتيك من كل الاماكن من كل الانجلز ولكن كلهم هول اوه كرولو يخسر حياته امام السكاكين من جانب لاعب روكت بالبليد ستورم البوش من نفس المكان في لاعب وحيد من السيتي خلينا نشوف كيف انوبس يتعامل مع هذا الريتيك لان يتم سنايك باك سايد شنايدر يتخلص من زيزوكس هل يكفيهم الوقت هذه المره البوش موجود شنايدر بالاول الثاني مش قادر لانه شنايدر موجود انوبس لان من ناحيه الكيف على ما يبدو مصممين على الدخول في وسط هذا الفايبر سبيت ولكن كرولو يخسر حياته امام شنايدر لان من ناحيه الميد وهذا زيزوكس يبوش بسبكتر يتخلص من ساند ولكن بوش غريب من شلبي يخسر حياته امام الراد شنايدر شوك دارت من فروست هذا الكلاتش بلاير امامكم ما يجيب ولا كل لحد الان بالشوك دارت من دون اي دامج ولا كرافيز يتخلص من روكت نشوف في اودين موجود على دي بايرو هل ممكن يجد به النجاح الكافيه ولا 3 في 3 الريكون دارت جميله لحد الان السيكرز عفوا كانت جميله ولكن زيزوكس اجمل يتخلص من لاعب شنايدر اللودن سبراي من جانب دي بايرو من دون اي شيء ولكن سكانودوس بالشوك دار يقتل افيز يخليها 2 في 2 التايم تيكت لحد الان هذه سبايك فروست مثل قد الله في 1 فروست بسبكتر ولاعب سكانودوس بالفانتوم ولكن ما تمش تعرف على مكانه عارف فروست 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 فيوري من طرف الصوبة مكان كرولو لا 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 فيز ياخذ الكيل على سند مباشرة مباشرة سند ادرك الاجابة من طرف سكانودلز فيز الثاني موجود سكانودلز شلبي يبحث على اكثر شلبي موجود شلبي موجود ترد وول التري بي تو موجود شلبي هيفوز روكيت ياخذ الكيل الاول يا سلام 1 في 2 الان هل سيستطيع ان يقوم بها
اما مدى الكرول واما مدى الفروست يتقدم الاستاذ روكيت الصاروخ بهذه الجهه نتاعو عند الفور لايف روكيت ياخذ الكيل الاول روكيت يتقدم من الكاف نحو هذه الانترنس اللي بمصدي يحاول ياخذ الكيل مش عنده الوقت الكافي هذا الشيء موجود السموكس موجوده الروكيت اي 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 غير ممكن منه انه يقوم بعد 4 سكندز اسف على عمل الروكيت هذا الشيء ولكن غير ممكن لا قبض ما استطاعش يقوم بها اي 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 مشكل اوه بلانت هذا اللي سبايك ما شاء الله سنو فيها فايبر اورب ممتازه جدا ونشوف مع بعض اش غايصير خاص يكون فريتيك من طرف فريق رعد اي سبورت دي بارو يتقدم عنده الحلام تايمينغ في الاحلام ويكون تشيس يقتل افيز سكاي امام سكاي والان 4 في 5 مازال ساكي موجود مع شلبي في وضعيه صعبه جدا الاروس يقوم بدمج نتاع شلبي الكاميرا عليه يا شلبي كونسنتريشن كبيره شلبي 14 اتش بي شلبي ها يكون كاس مع فريق اوروبا مع شلبي روكيت ياخذ الكل شادر يليه في هذا الايكو راوند لانوس جيمنج لا لا مش ممكن مش ممكن 1 في 5 1 في 1 في 4 شريف امبوسيبل ديفيوز لفريق راعد ماتش بوينت يا سموت 12 هذا هو التكتيكال تايم اوت هذا هو كوانتوم التدخل نتاعو والان انوبيس بهذا التفوق البوست بانت موجود من طرفهم ال 5 في 4 سكانوز يتخدم من السبون نتاع الديفندرز يستخدم بهذا الدرون يحاول ياخذ بعض الانفورميشنز انوبيس الكل متخبي الكل متخفي صعب الريتيك صعب الريتيك في السايت بي على فكره شوف الانجلز اللي ماخذينهم لاعبين انوبس انجلز صعب انك تشيكهم الكل وقت ديهم خاصه روتيشن جميله وانت مع عزيز بس ياخذ كير على السام الشلبي يزيد كير على سكانودز والشلبي بالتريبل اعطيه الكوادر وغنشوف هنا بوش موجود في الدبل دور بوش سريع جدا اوه شلبي ميرسي كيوكين افيز ياخذ الاول هيكون من ربما الثاني الدبل دور شلبي الثاني موجود يا سلام انوبس التو في فاي كرولو ولكن لا ساند مثل ما خرج كم شوط اخيره السام السائق موجود ساند يبحث عليهم ساند يبحث على الكل هذا يقول لك فيهم لا فيري فيري لو ريمون بهذه الجهه نتاعو الفانتيك موجود شنايدر يبحث على الدفاع شنايدر يبحث على ريتيك مع فريق راد ولكن سيكون هذا كافي زي زوكس مع شادي في الباك سايد فريق انوبس الان في الباك سايد يبحث على معنى هذا ريتيك 4 في 5 الان تبدا تمير سبايك كامل بوش من لاعبي راعد ولكن شلبي يسقط شلبي يسقط مازال سيزوكس 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 لاجينج سيزوكس لاجينج سيزوكس يجيب الكل تبقى 3 في 2 لو اتش بي سيزوكس لي سيزوكس لي انوبس ربما الثعلب موجود داخل الانفورميشن 11 من طرف الاستاذ شلبي ولكن في تراب واير كرولو اي 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 غيكون في ميستيك من طرف روكيت غيموت كرولو ياخذ الكل ويستخدم كرولو سبراي موجود من طرفه البلايند كمان ولكن سيكون هذا كافي ام لا كرولو مازال حي غيموت على ايدي شنايدر كاين افيت تقول لا شنايدر يكون موجود وكمان التري في تري مازال مستمر في البوم سايد بي الروتيشن موجود من طرف رادي سبورت البلانتنج سبايك موجود من انوبس جيمنج ملامين راد عايز اقول 2 فور 2 الى حد الان و 3 في 3 تبقى موجوده نسمع في صوت الاوبريتر على ما يبدو عند شلبي ريتيك سيبدا ولكن الفايبرز وول مش صعب عليهم شويه الماموريه لازم يخرجوا اوكي الفايبرز وول يسقط الان البوش موجود اوه محاوله وول بانك بهذا الاوبريتر ولكن شوك دارت موجود على الباك سايد ايش شلبي ينتظر في البيك شلبي على يمينك يا شلبي محاوله كويك سكوب ايش شنايدر بالتريبل افيس موجود للمساعده 2 في 2 تبقى موجوده فروست امام سبايك ولكن لازم يقتل لاعبي فريق رعد الان حذر على سارك يا افيس دي فايرو بكيل 1 في 2 فروست ياخذ الكل ولكن فلاش لين موجود 30 هيلث بوينتس يبدا في الديفيوز يبحث على الهالف الفيك موجود وفراست يموت ودي بايرو ياخذ الكل بالضبط ولكن ذا يبيك عليهم الان اوه سايبر كيج جميل ولكن عارفين سبام موجود حذري شنايدر حذري شنايدر يخرج من سايبر كيج ولكن زيزوكس بالدبل بدايه قوي لفريق انوبس في فلانك موجود من روكت ولكن لاحظ مكان زيزوكس متاخر زيزوكس الفلانك بتاع روكت بيكون اسبق بيكون اسبق هذا الفلانك خلينا نشوف كيفاش يكون الريتيك هنا من طرف فريق رادي سبورت 2 في 5 الظروف صعبه جدا هنا كرولو ينتظر الفرصه يكون 1 في 1 ساند يفوز بها اي 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 2 في 4 الان لازم الريتيك لازم الديفيوز كيف يقوم بها فريق راد الظروف صعبه دي بايرو عنده اوبريتر ياخذ الكل الاول عنده حمامه البلايند موجود هذا التوكسيك وول موجود للدفاع ازيزوكس ياخذ الكل الاول استاذ دي بايرو لكن ساند مازال ما خلصش كمشوا الاخر ساند 1 في 2 غيموت ممكن يكون خطير جدا افيز داشين في هذا السايت من طرف الاستاذ ديباي زيزوكس ياخذ الكيلو كمان وان فور لحد الان وان فور فيفر مازال مستمر هيكون يعني هيكون بوش على هذا البوم سايت اي زيزوكس ياخذ الكيل على سكانودوز الان والتري في مازال مستمر في سينكرز شنايدر ياخذ الكيلو كمان انوبس جيمنج 2 في 3 راح عندهم التفوق الان في هذا الهجوم هيكون فيها بلانتنج لاي سبايك سيكون فيها ريتيك من طرف انوبس هذا هو السؤال فروست موجود هيكون فيها سبايك بلانتد فروست يشوفه عنده انفورميشن هو في الكاف
اندرو الاسرى من الساعه 5 وفي اوبريت من طرف شلبي ولكن لا غير ممكن فروس 1 في 3 هيس خدم على هذا الاستاذ سنايدر غير مش سنايدر يسمع في ستيبس لين ممكن يكون عنده وضعيه فلانك هل في كوفر من لاعبي انوبس او كرولو موجود كرولو حذري على شمالك كرولو بالشده بالهيد شوت هتريد من ساعه هيد شوت اخر موجود من فيستو فور 1 لحد الان يتم زرع سبايك من فريق انوبس ولكن لاحظ ماكنزي زوكس لاحظ ماكنزي زوكس رايح على الشوكس يتخلص من سكانو هذا هذو من اللاعبين قادرين يعملوا مستحيل الشلبي ضد الروكت يتم التعرف على مكانه زي زوكس ياخذ الكل دي بايرو بالاوبريتر 1 في 3 مستحيل على دي بايرو زي زوكس من المفروض يكون بالاوبريتر البوش موجود هذه المره هذه من رعد بطريقه اجريسيف جدا ولكن زي زوكس موجود في السايد هل عارفين فريق انوبس عفوا فريق رعد او لا زي زوكس ملك السايد هذا كارولو ياخذ الكل على ساند تتريد المجرب شنايدر لحد الان 1 فور 1 فريق رعد السبايك مش امامه لحد الان ولكن خايف من الفلانك ما فيش حد فلانكينج لحد الان راكت بالبري فاير ولكن لاعبي انوكس في وسط السايد من وراء هذا الحجر الكبير شلبي بالاوبريتر يتخلص من دي بايرو يا 3 امام 4 وصامدين فريق انوبس في الدفاع والان ادفانتج لانوبس الروكت يعادلها هاتري فيتري موجود واشوف مع بعض الراد سبورت تتقدم بتلعب خفي باك سايد زي زوكس هيكون موجود ياخذ الروكت 2 في 3 موجود الان شنايدر واخذ اللاين هنا بيك من طرف زي زوكس بيتشوف مساو يا شلبي الشلبي 1 في 3 هيتقدم من الميد واشوف مع بعض انه غير ممكن اوفر تايم الاوفر تايم من رقم 4 الى حد الان ممتاز جدا ولكن هل قادر ينهيها هل قادر انه يكملها ولا هذا هو السؤال فريق رعد الاكزيكيوشن ما كانتش ممتازه المصريه الفريقين المصريين يتقدموا هنا يتقدم انوبس يتقدم شلبي عليها الركن ضغط عليها الدامج شلبي 93 اتش بي ياخذ الدامج اوفيس ياخذ الكيل الاول على سان واشوف مباشره دخول ثاني جدا من طرف فريق انوبس روتيشن مشان اخرى من طرف فريق رعد شوف الفلانكينج بوزيشن فيها بريتنج سبايد من طرف فروس هيكون فلانك من طرف زيزوكس يجمع من طرف سكاوزوكس في الاسماء الساخة فيها فلانك اوفيس موجود اندرو شوف البوزيشن تاعو ممتاز جدا عنده فلاش ياخذ الانفورميشن اوفيس ممكن دي بايرو الدبل كيل موجود دبل كيل كرولو هتشوف في 1 هتشوف خمبيا الصفروس 1 في 2 يمكن لا